السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من هاشتاك بالعراقي. الأول من الشهر الخامس من أيار هو دائما ما نحتفل به أو يحتفى بعمال الوطن، وهذا أصبح جزء من الاستراتيجية أو جزء من المناسبات اللي دائما ما يحتفل بها وتحتفل بها البلدان، وتكون مناسبة لإعطاء جزء من الامتيازات الإضافية لكل عامل ممكن يكون موجود، إذا كان بالنسبة لعامل عامل الوطن أو بالنسبة لموظفيها وكل من يعمل من أجل أن يتطور البلد أو ممكن أن يقدم شيء ما من خدمة تقدم إلى أفراد المجتمع، أو أن يكون هو جزء فاعل من عملية أخذ البلد إلى بر الأمان بالنسبة إلى كل الجوانب اللي إحنا نشوفها من تطور في البلدان. وتتخذها أو يتخذ بعض الدول في العالم ومنها العربية طبعاً مناسبة عيد العمال للإعلان عن أبرز المشاريع التي سيتم إنشائها خلال الفترة اللي موجودة في الفترة اللي تكون بها موجودة خلال عام، وبذلك دائما يحاولون أن يكونون هم أشخاص إيجابيين. فبالتالي في عمال الوطن والعاملين وكل الدول التي تحترم شعوبها، ودائما ما أذكر هذه الجملة التي تحترم شعوبها، لأن الحقيقة جزء من الاحترام إعطاء الحقوق، ولما أنا مقابلني يكون عندي مجموعة من العمال أو أشخاص هم جزء من عملي أن أقدم لهم الخدمات، فبذلك أنا أكون دائما طبعا أتحدث بلسان حال الجهات التي تدير البلد، يجب أن تقدم شيئا ما هو إيجابي، وهو إلى أن الجميع يجب أن يقدم خدمة أو يقدم نوع من الإيجابية إلى العمال. في العراق ما شاء الله احنا دائما يعني نغرد خارج السرب، عمال العراق العاملين هم مظلومين، والعراق يعاني من جيش من البطالة، نسب مئوية عالية جدا، والبعض يشير إلى أنه هذه النسب هي مخيفة بالنسبة إلى العاملين الموجودين اليوم في العراق، بالرغم من وجود طاقات أو بالرغم من أنه كل الشعوب تقاس بفتاوى جيلها، يعني الأجيال الممتدة من عمر تقريبا حوالي 18 سنة إلى 35، كل ما زاد هذا العدد في الشعوب أو هذا المتوسط العمري فمعناه هذا الشعب فتي. لدينا اليوم طاقات تكون هي مبدعة جدا، خلاقة، وممكن تكون مبتكرة، وجانب آخر هي ذكية. طبعا بالجانب الآخر أيضا إحنا بفعل التراكمات اللي حصلت بالنسبة للمجتمع ودخول المخدرات على خط المجتمع السلبي، وأيضا جوانب أخرى سلبية ممكن تشكل إلها الضغوطات الانتحار، كل هذه اليوم لدينا جيلين، جيل مبتكر جيد إيجابي يقدم نوع من الإيجابية إلى نفسه، وجيل آخر يشعر بالضياع ويتجه إلى جوانب أخرى بعيدة جدا عما يمكن أن يتحدث به أي بشر أو ممكن أن يكون هو جزء من فعالية المجتمع ضمن اتجاه المستقبل. فبوجود البطالة وبوجود عامل سلبت أو لم تعطى كامل حقوقه، هذا التضارب ما بين الطرفين هو أصبح اليوم ديدا عيد العمال في العراق. رئيس لجنة أو لجنة العمل النيابية السيد رعد الدهلكي وهو رئيس اللجنة لجنة العمل والمهجرين النيابية كان عند الحقيقة تصريح في هذا الجانب، ونستمع إلى هذا التصريح ثم طبعا راح يكون هو ضيفنا في هذه الحلقة للوقوف على أبرز ما قامت به اللجان النيابية التشريعية والرقابية في إنصاف العامل خصوصا، وإحنا أيضا عندنا مجموعة من التصريحات اللي راح نشوفها لعمال الوطن وكيف اليوم هم يعني يشعرون بنوع من السلبية والتهميش. خلينا نباوع ونشوف شنو اللي صرح به السيد رعد الدهلكي. إننا في الوقت الذي نبارك فيه لأخواتنا وإخواننا لهذه الشريحة المجاهدة من أجل لقمة العيش الحلال، وفي هذه الظروف الصعبة وتحديات الحياة فإننا نؤكد على ضرورة إنصافهم من خلال الآتي: تعديل قانون العمل وشمولهم بالحقوق التقاعدية وتأمين على الحياة لهم ولعوائلهم وبما يضمن لهم حياة التي يستحقونها. كما أننا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا فإننا نؤكد على أهمية إنصاف موظفي العقود والعاملين بالأجر اليومي وبدون أجر، وأعطائهم الأولوية في التثبيت على الملاك الدائم خاصة في القطاع الكهرباء والتربية والصحة والنفط والقطاعات الخدمية الأخرى التي تعاني بالأصل من نقص في الكوادر.
ونحن بدورنا ضمن تخصص لجنتنا لجنه العمل والشؤون الاجتماعيه والهجره مهجرين البرلمانيه نعاهد هذه الشريحه المنتجه ان نعمل جاهدين على تشريع القوانين التي تخدمهم ونواصل الرقابه والاشراف والضغط على الجهات التنفيذيه ذات العلاقه الفعليه لتطبيق القوانين المشرعه. وكذلك نطالب الحكومه العراقيه وعلى راسها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي على دعم مجالات العمل من خلال القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والقطاعات الخاصة الأخرى وفتح مجالات عيش كريم خارج إطار الحكومة لرفع المستوى المعاشي للعراقيين والتقدم بالعراق نحو الازدهار. يعني الحقيقة استمعنا إلى مجموعة النقاط اللي أشار بها السيد رعد الدهلك رئيس لجنة العمل والمهجرين النيابية، والحقيقة كلها تصب في مصلحة العامل العراقي، ويبدو أنه بعد مرور 13 سنة من أو 16 سنة من العمل بالنسبة للحكومة وما بعد 2003 لم تعطى كل هذه الحقوق التي تحدث عنها السيد رعد الدهلكي، ووصلنا إلى مرحلة الحقيقة يمكن هذه المرحلة هي من أكثر المراحل الحرجة، لأن هل من الممكن اليوم أن العامل العراقي وصل إلى مرحلة ما يقدر يقدم أو ما تقدر الحكومة تقدم له نوع من الحقوق اللي من ضمنها التقاعد، الضمان الصحي، الضمان الاجتماعي او التامين الصحي والضمان الاجتماعي، ان يكون هنالك من قانون يعمل على تنظيم عمل هؤلاء العمال مثل ما يحصل اليوم في دول مجاوره للعراق، عربيه طبعا نتحدث عنها، كيف يمكن اليوم ما يكون هنالك من على اقل تقدير، واحنا حكينا في احدى الحلقات الى ان يكون مكاتب عندنا للعمل تقوم بتوظيف كل الاشخاص اللي يحتاجون الى عمل او يبحثون على عمل. هذا من جانب بالنسبة للعاطلين، أما العاملين نفسهم فتلقاه ممكن يتحكم فيه صاحب العمل، وممكن أن يتحكم بقرائب صاحب العمل، وممكن يتحكم بشخص بالشارع، وممكن أن يتعرض للمضايقات وفي بعض الأحيان الاعتداء من قبل المواطنين، أو يعني مو من قبل المواطنين طبعا، من قبل أشخاص قد يكونون ضعاف النفوس، ولكن لا يوجد هنالك من قانون يحمي العامل. أيضا بالجانب الآخر اليوم عامل تلقاه واقف بالمصدر، ممكن تلقى الشاب اللي عمره 16 17 سنة 20 25 سنة، وتلقى الشايب اللي عمره 60 و 65 و 70 سنة، هذا اللي هو كبير بالعمر يناهز عمره 70 60 سنة، يوقف اليوم بالمصدر في محاولة للوصول إلى أقل ما يمكن من مدخول مالي وهو 10000 أو 25000 حتى على الأقل يرجع لبيته وبيدع اللاقة يحفظ كرامة أهله، خصوصا إذا كان هذا السقف اللي يحميه هو وعائلته هو بالتجاوز، وفي بعض الأحيان يرثى له، وأغلب الأحيان يكون هو أقل من العادي. كل اللي دا أقوله ليس محض من الخيال، هو حقيقة وضع يعيش فيه العامل بسوء. خلينا نشوف أيضا تصريح لعمال كانوا يتحدثون عن تجربتهم أو عن ماذا يعني لهم عيد العمال. عيد العمال زين احنا اي حقوق ما عندنا من هذا العيد؟ زين احنا ابغى دول الخارج عندهم الحقوق، حقوق الانسان شنو هي؟ راتب، شقه، معيشه كامله مكمله، هذا بالخارج، ويريدون بالدول العربيه، بالدول العربيه هاي البحرين، هاي الامارات، هاي السعوديه، اللي يتخرج بنفس اليوم يتعين، بنفس اليوم يتعين. زين هذه هي من ضمن حقوق الانسان اللي هم يقولون اكو حقوق انسان، لكن هنا ماكو حقوق انسان اخويا. زين هسه ضحك، هسه انا اجاري 150، زين انا ما نطلع لي 50000، 50000 انا ما نطلع لي، زين 5000 انا هسه ما بجيبي، انا ماكو شغل، اليوم صار لي 10 ايام اني بلبله شغل، شلون انا يعني؟ يعني والله توقفت الحياه، توقفت والله وانتهينا، انتهينا يا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بين قوسين، يا رئيس الوزراء يعني انت شويه عينك علينا، عينك علينا، جاينا رمضان وجاينا عيد والله كل شيء ما عندنا، والله ناشدك من هنا يا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المحترم ويا مجلس الوزراء، والله انتهينا، شوفوا لنا حل. نحن نحكي بصوره عامه في العراق، احنا ما عندنا عيد، مجروحين، ملشومين، متاثرين، تعب، شق انفس، لا عمل، لا شغل، العامل ما عنده عيد، يستحيل. العامل يجري ليل ونهار، شتاء وصيف، امطار، صيف، حار، شتاء، رمضان، جمعه، يشتغل ما عنده عيال. ونتكلم عيد العمال، مو هم عيدهم هم الموظفين واللي بالبرلمان واللي قاعدين واللي بالمحافظات واللي جالسين
هم جالسين. فهذا اليوم هو من حقهم هم، مو من حقنا احنا العامل، ولا من حق الفقير والمسكين. المسكين ما عنده بس الله سبحانه وتعالى. نبارك عمال العالم وعمال العراق وعمار الموصل بصورة خاصة بيوم عيدهم العالمي، وننقل معاناة العمال، علما اني انا احد العمال، ولكن اليوم جيت بهندامي المنزلي وعندي قصيدتي تنقل اوضاع ومعاناة العمال. لا جايك لابس عقال ولا عبات بالذهب مطرزة، ولا صاعد لسيارة بكم شدة شاريها، جايك بهدوم الشرف والشغل تدري مو عيب من نص عمال ملهوفة. ما نطلع رغيف الخبز إلا وحلوقنا مشقوقة، نطلع رمل وبلوك بكم دينار، وبلدنا نامت على خير ناس نحوسة، وإحنا قلوبنا البيك ملهوفة من الخريج والشرط المفصول والشايب التعبان. صدق حتى أكو عمره بالستين لو أكثر ويقول منهم ترى ملينة، ولا جلبنك يا وقت والناس متعوبة، وأقول لهم وصبرهم شمسنا مطرودة وتهل علينا بخير. العمال الحقيقة يعني يمكن آخر عامل، بالرغم من يعني تنظيمه لهذه القصيدة، لكن تعبر عما في داخله في كل جوانبها. أيضا كان عمال آخرين وشريحة أخرى من العمال كانت تتحدث عن معاناتها خلال الفترة اللي فاتت، خلينا نتابعها. اليد العاملة وما أنجزته لهذه المحافظة وفي كل بلدان العالم، نقول لهم كل عام وأنتم بخير وبوركتم على أعمالكم التي أنجزتوها. عيد العمال بعموم العراق أغلب العمال هم خريجين، المفروض على الحكومة توفر لهم يعني فرص عمل للعمال. اليوم صح عيد العمال هم كلهم دا يشتغلون، يعني ما شفنا يعني فعاليات، ما شفنا يعني الحكومة احتضنت هاي الأيدي العاملة، يعني هاي الأيدي الكالحة، لو ما هاي الأيدي الكالحة يعني ما تعمرت الأنبار والمحافظات اللي تضررت. تهنئة من الأعماق إلى الطبقة العاملة في العراق وفي العالم العربي والإسلامي، وبهذه المناسبة الجميلة نستذكر دور العمال والعمالة في المجتمع، ونطالب من الحكومة العراقية وإن شاء الله تستجيب ملكة الله أنه تدق على هاي الناس اللي تارس الشوارع وتارس المقاهي ولا شغل ولا عمل، اللي خريج كلية واللي إعدادية واللي الماجستير واللي دكتور، شوية خلينا نضر على الشعب التعبان، على الناس التعبانة. من ينظر لك للناس التعبانة؟ من اللي ممكن يكون يباوع على الناس التعبانة؟ يا من عندهم، يا من السياسيين اللي ممكن اليوم باوع لك أنت الإنسان التعبان. وكنا نستذكر إلى أنه في الحرب الطائفية وفي محاولة التصفية ما بين بعض السياسيين او الكتل السياسيه او الاراء السياسيه، كانت التصفيه من خلال العمال. كان بيك اب بيك اب اجت تتحمل عمال وانفجرت، كان مصدر بمصدر انزرعت يم عبوه ناسفه وانفجرت، كان سياره مفخخه وقفت يم مصدر مال عمال وانفجرت. ايش قد عدد العاملين اليوم اللي ممكن انقتلوا وبذلك يطلق عليه انه كاسب؟ هذا الكاسب اليوم اللي موجود بالشارع واللي الحقيقه يبحث دائما عن لقمة العيش هو أول الضحايا لأي صراع سياسي طائفي وممكن يكون عسكري. اللي تأذوا من دخول داعش إلى محافظات العراقية هم العمال، لأن الموظف بقى راتبه يستلمه حتى وإن كان بعد سنة بعد خمسة أشهر بعد ستة أشهر استلم المهم راتبه، بس العامل اللي هو يشتغل بقوت يومه شنو اللي ممكن سواه؟ وبعد هذا ممكن يستهدف داعش وبعض يعني بعض الاشخاص من عندهم، لا ابرر لهم، لكن بعض الاشخاص منهم انتمى الى داعش بالرغم يعني مرغم عنه، وبذلك تم يعني جعله من ضمن القوائم اللي مطلوبه. لا شو العامل يعني هل بيده انه هو ممكن ينتمي، وحتى تداسيل داعش ما يعرف شنو تفسيرها. بس بالتالي لا ابرر هؤلاء الاشخاص، لان هذا ايضا جزء من عملية الانسياق والاتجاه إلى سلبيات اللي شفناها من خلال كل الأشخاص، فبالتالي يعني تبقى التساؤلات على هذا الجانب. طيب خلينا ناخذ اتصالاتكم وآراءكم. عندنا اتصال أبو دعاء من الأنبار، تفضل أبو دعاء. حبيبي أبو شاب شلونك؟ خليك يسلمك يحفظك إن شاء الله، مبارك عليك بخير وعلى أمك محمد. الله يسلمك، شكرا جزيلا. احنا يراد شوية الدولة وحضرة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والبرلمان يحكون خطي على هاي الناس الفقراء، والله والله ناس تعبانه وعيشتها زحمه،
والعراق يا لواجه أجل من باقي الدول. وهلا هلا في الشعب المسكين هذا شعب الضرر وشعب والعكس تدري في سجن عال وعيشة كريمة بس وعمل ولا أسأل والله أنا أبو محمد معزل صار اليوم يعني مرة 6 شهور من أول ما طورت بعدنا نقدر نشتغل ونقول الحمد لله عايشين على هالراتب وبركة والله يوفق العراق والعراقيين. وأنا أشكرك آمين. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك حبيبي يا أبو شرافة. شكرا الله يخليك أبو من؟ ما أدري إيش قال. طيب ناخذ اتصال عندنا حمزة من العمارة. تفضل حمزة. وين حمزة؟ حمزة تفضل. حمزة وينك؟ طيب ما يعانيه اليوم العامل بالإضافة إلى كل حمزة ويانا وينه؟ حمزة تسمعني؟ ألو. نعم. ألو حمزة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله على حمزة. أستاذ. الله يحفظك تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظك على البرنامج. الله يخليك يسلمك. أستاذ أنا عندي مناشدة لقناتكم الكريمة. تفضل. وأنا صاحب جهاز قاعد بحافظكم الله شاهد ورسوله. قاعد بغرفة حواسين وحاسي كلش تعبان وهذا جاي شهر رمضان وصاحب جهال وكلش تعبان والله العظيم يعني حالتي معشاوية إيش ما تتصور أستاذ. لا شغل لا عمل أروح للمصدر وأرجع وكل شيء ماكو وتعرف العمال يعني صارت بالواسطات والله العظيم مو لا راتب من الدولة والله العظيم يعني كلش حالتي تعبانة ومعشاوية صاحب جهال ومريض وأريد من الله من أتكم يعني تساعدوني بسبوبة عيشة أعيش بها جاري والله يعني في يوم أنا ظل بدون عيشة عيشة ما عندي ألف دينار صمون ما عندي الله شاهد ورسوله وهذا شهر رمضان اللي جالين وأطلب من قناتكم الكريمة يعني تساعدوني مساعدة الخاطر الحسين الخاطر أهل البيت. طيب حمزة تعدك فيسبوك؟ لا والله كل شيء ما عندي صار لا عرض فيسبوك. طيب خليك على الخط. أيوة. خلي الشباب ياخذون رقم تليفونك وان شاء الله يعني ايوه اللي نقدر يعني استاذ استاذ نعم يعني اريد من الله من اكرم ساعدني يعني بستوز حتى لو نص عمر اشتغل بيها وعيد جهالي والله العظيم. طيب. يعني كلش ضاقت بي يعني ما خليت باب ما دقيته والله العظيم. طيب يعني على ستوتي بس اعيش بيه. طيب خليك هسه خليك أيوة. خلي ياخذون رقمك الشباب حتى ممكن مراسلين يتجهون لك ان شاء الله خير يعني. عندنا اتصال. بعد كل اللي حكينا به احنا من كل السلبيات اللي موجوده بالنسبه للعامل اجى منافس اخر وهو العماله الاجنبيه اللي عملت على تخفيض اجور العاملين وبدت تنافس بطريقه معينه ممكن العمال واليوم نشوفهم احنا موجودين ومنتشرين في المحافظات العراقيه وفي بعض الاحيان او اغلبها في العاصمه بغداد. فلذلك ايضا طبعا احنا تطرقنا الى هذا الموضوع وقلنا الى انه كيف ممكن اليوم الحكومه العراقيه او الجهات المعنيه الوزارات المعنيه وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه مكاتب العمل كيف ممكن اليوم تسمح لوجود العمال الاجنبيه. طبعا من جانب اخر هنالك من مبرر من قبل بعض اصحاب المكاتب العماله يقول لك اليوم اجوره هذا ارخص ويبات وما عنده أوف وما ممكن مثلا اليوم يسبب نوع من السلبية اللي ممكن احنا نشوفها بالنسبة لبعض العمال العراقيين. ومن جانب آخر هذا ما ممكن مثلا في حال انه بطلته ثاني يوم يجيب عائلته وأهله واحد من عشيرته ويجي يهد على مكان العمل. هذا من جانب. والجانب الآخر يقول لك يعني العامل الأجنبي يبقى يمي سنة سنتين وأجوره مخفضة فلذلك هو اليوم ينافس العامل العراقي. لكن بالتالي أيضا أكو جانب آخر عملية فرض مجموعة من العمال المحليين اللي ينتمون للدولة على كل الشركات الأجنبية على كل اللي ممكن موجودين اليوم ويعملون على كل المشاريع. وإحنا لو عندنا مشاريع ممكن أن تكون هي موجودة ما كان عندنا هاي البطالة اليوم اللي يعاني من عندها. سيد رئيس الوزراء جزء من برنامج الحكومي اللي طرحها الحقيقة أمام النواب قال إلى أن هناك ستكون من فرص عمل ومشاريع ستكون قادمة. ودائما ما يتحدث سيد رئيس الوزراء عندما يسافر إلى دول يقول لهم يا بقى تعالوا استثمروا عندنا حتى ممكن تأخذون على البطالة. بس بالتالي يعني سيادة الرئيس الوزراء يعني دولتك لازم تعرف إلى أنه هل ستلتزم الوزارات أو الجهات المعنية بهذا الجانب؟ هل الموضوع سيتم تعويمه؟ هل ممكن أن يتم التغاضي عن
بعض هذه الأشياء، فبالتالي لازم يكون هنالك من رقابة على الموضوع. سيد محافظ بغداد فلاح الجزائري قال: نجدد تعهدنا لأبنائنا من موظفي العقود والأجور اليومية لا سيما المحاضرين، نعتبرهم بثابة المجاهدين في ساحات التربية والتعليم بمتابعة ملفهم مع الجهات المعنية بكل إصرار. طبعا ملف العمل والعمال كل كبير يحتاج إلى عمل عالي جدا من قبل الجهات المعنية بهذا الجانب، حتى ممكن تأخذ خطوة باتجاه أن يعني يكون أكو شيء ملموس بالنسبة للعامل. وللموضوع إذا على التصريحات، فهسه احنا بالبرنامج يمكن صرح لي فد 4-5 تصريحات من هاي التصريحات النارية، وممكن باكر أو عقبه أو يوم الأحد بالحلقة، حلقة يوم الأحد إذا الله بقانا طيبين، ممكن يعني أطنش عليها وكأنما ما حكيتها. بس إذا نحكي عن تصريحات، تصريحات هواي. إذا نحسب التصريحات من عام 2003 لليوم، كيف سيكون هنالك من عيش رغيد لكل المواطنين العراقيين؟ فمعنا احنا لازم يعني بالنسبة لنا نروح على دبي بيجي فشي مو فشي، لأن شفناهم السياسيين كل واحد بالانتخابات، وإحنا ونوفر فرص عمل ومشاريع وراح نسوي كل شيء. فبالتالي يعني ما أعرف اللي ممكن يصير. ويانا طبعا منو ويانا؟ نعم طبعا ويانا السيد حسين عرب عضو لجنة العمل النيابية. مرحبا بك سيد حسين. بداية يعني تسمعني سيد حسين؟ نعم اسمعك. طيب سيد حسين، يعني الحقيقة السيد رعد الدهلك رئيس لجنة العمل والمهجرين طرح مجموعة من الأشياء خلال مؤتمر صحفي مجلس النواب، هل تعتقد اليوم إلى أنه عدم إنصاف العامل هو مسؤولية مشتركة من الحكومات السابقة، لو هي عبارة عن تغاضي متعمد عن إنصاف العامل؟ سيدي تحياتنا لكم. عدم إنصاف العامل ربكة الدين ما تستطيع أن تريح من التي تسمعها. طيب سيد، احنا طرحنا ضمن لجنة. طيب سيد حسين يبدو ان الاتصال مو واضح كلش، اذا ممكن بس يعني تصلون بالشباب مره ثانيه، الاخوان في الكنترول بسيد حسين عرب، حتى ممكن يكون يانا على الهواء مباشره. طيب عندنا عمار من سليمانية، تفضل عمار. عمار تفضل، وينك عمار؟ عمار عندنا اتصال. احمد من بغداد، تفضل احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. احمد شلونك حبيبي؟ الله يخليك يسلمك يحفظك الله. قل لي رحمه على والديك، احنا نداعي ونقول الدوله والدوله وعمل وشغل، واحنا شو بس دمار، يعني ماكو فتح حل، ماكو يعني يعني ماكو اي حل. احنا شو نسوي؟ احنا شو نسوي يعني؟ هسه لو يسوون حتى الجواز ما سفر، انا اللي طلع جواز سفر واطلع سووا لي الف عرقله. سووا لك؟ روح جيب لي مجلس بلد، جيب لي كتاب مدري مين، جيب لي كتاب مدري مين. يعني احنا الثاني، وانا عراقي ما ارد العراق بعد. ما ارد العراق، انا ما ارد العراق، انا عراقي عمري 40 سنه كل شيء ما محصل. لا من ذاك النظام ولا من هذا النظام. شنو اللي حصلتي؟ يعني انا قبل سنتين مركز شرطه النهروان أرد يعني من قناتكم الموقرة، وأترجاك لا تفتح الخط أبد يعني. لا شنو؟ من قناتكم هاي الموقرة. يعني أنا قبل سنتين مجرد ضابط راح يتواجه إنسان سجيني موقوف يعني على مجهز مال السيارة. إيه. راح تواجه بأثناء هذه المواجهة، شفت واحدة مرة على زوجها شمر لها الضابط اسمراء التوفيق. شمر لها الرقم، قمت أنا ما أتحمل الضربتين حكم السنة. طيب يعني شنو هاي دولة عدالة بيها؟ زين أسعد الموسوي هذا أبو القاضي هذا أبو شو يسموه هذا محكمة العدالة. طيب من قاعد هناك وأقول له هاي، والمرة جت شهدت لي قالت هذا اللي شمر لي رقم وحكمني سنة على شنو؟ عدي بعد بالعراق بعد. طيب شنو عدي بالعراق بعد؟ طيب جاوبنا على سؤال، يعني انت تسوي هذا الموقف يعني وتنحكم سنه، شو تريد بعد؟ جاوبني. اسامه مو مشكله، اذا جاوبك اجاوبك يعني بصفه شخصيه، ما جاوبك كمقدم برامج بهاي. يعني انا لو مكانك مثل هكذا ظلم اتعرض له
اولا احسب كل خياراتي اللي ممكن تكون موجوده، هل هذا البلد بعد يفيدني لو لا؟ هسه احنا ما نريد نحفزك على ان تطلع من العراق، ايضا بالتالي ما اريد اكون ايضا جزء من انه انت يعني تبقى واليوم تحسي لان هنالك منخدش في كرامتك. انت اخويا وعلى راسي، انا كلش احترمك يعني انت انسان على راسي مو مجامل. الله يحفظك. فاحسب خياراتك صح وقرر. انا يعني ما اعرف بس اقول لك يعني شو اسوي يعني، هي مو المشكله، احنا الحمد لله كرزق كهاي يعني مثل ما يقول رزق على الله يعني، بس هذا اطلع احسن لي. هو الظلم ما يراد حقيقه، احكي لك اياها. المشكله حتى رحت اشتكيت، انت مو يقولون نزاهه وشؤون، انا ما ادري دوخي نزاهه وشؤون، رحت اشتكيت لانه هو رائد. هاي بيا سنه هاي؟ هاي لا ما صار لي 2016 2017 العفو 2018 طلعت. طيب احمد احسب خياراتك صح وقرر والله يوفقك ان شاء الله. ممنون علي، شكرا لك يا احمد. طيب ويانا مره ثانيه السيد حسين عرب عضو لجنة العمل والمهجرين النيابية. مرحبا بك سيد حسين. اهلا وسهلا، مرحبا. طيب حضرتك كنت تجاوبنا على السؤال اللي طرحته، بس الحقيقة يمكن سوء الاتصال يعني سوء الخطوط، فتفضل كمل حضرتك. احنا بصراحة هي ربكة السادة المسؤولين فيما مضى وعدم ادارتهم لملف العمال بشكل صحيح وتدهور الصناعة والزراعة وكل القطاعات المدرة لواردات العراق على الموارد النفطية واعتماد العراق على النفط فقط ادى الى انه اهمال هذه الشريحة المهمة بالمجتمع العراقي، وحتى الصناعة وحتى كل شيء بالعراق قد اهمل بطريقة خاطئة. بالتالي بعد انخفاض اسعار النفط وانحسار العراق بانه تكون موارد نفطية فقط وسوء استغلال الموارد للعراق ادى الى انه يجب ان نفكر مليا انه هذه الشريحه هي مظلومه كانت ولا زالت مظلومه. لجنه العمل والشؤون المجتمعيه والمهجرين قررت ان تكون منصفه وليس تبارك فقط بعيد العمال، لا بالعكس علينا اتخاذ تدابير المهمه لانصاف هذه الشريحه المهمه. بالتالي انصاف الشريحه المهمه تاتي عن طريق من خلال مواضيع كثيره ومهمه، انه انشاء عياده المصانع العراقيه، القطاع الخاص، حتى يتمكن العامل من مزاولة عمله بشكل كبير. اثنين، حتى المصانع الموجودة حاليا الآن في العراق علينا دعمها حتى العامل العراقي يكسب قوته ورزقه من خلال هذه المصانع. واللي أهم من هذا كله، العمالة الأجنبية اللي تغطي العراق بشكل مو صحيح بشكل غير مدروس، وزارة الداخلية تعطي من أي أحد يقدم على أي فيز لأي عامل أجنبي تعطي وتخليه يجي الى داخل العراق وينافس العامل العراقي البسيط. احنا هنا عندنا مجموعه قوانين ومشاريع علينا اتخاذها كلجنه عمل اجتماعيه ومهجرين، وماضين بتشريع قوانين تخدم هذه الشريحه. طيب سيد حسين، يعني حتى نكون صريحين انا وحضرتك، هسه انت اليوم شخصين مجموعه من المشاكل الموجوده يعاني منها العمال بصراحة، وحتى يكون نقدنا بناء، يعني احنا قاعد ننتقد ما قاعد نستهدف. لعد اللجان اللي قبل كانت وين كانت؟ وهي المشكلة ما اليوم مو مشكلة اليوم، هي مشكلة صار لها فد اقل شيء فد 10 سنين، اقل شيء هاي ما اقول 16 سنة بس 10 سنين. طيب ليش ما قبل اخذوا خطوة بهالاتجاه؟ ليش ما صار اكو موضوع التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي، تحديد العمر الخاص بالعامل، وجود مكاتب لتوظيف، اذن ليش ما موجودات؟ يعني ليش يعني انا 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 شرحت لك بالشق الاول، قلت لك اعتماد العراق على النفط باعتبار اهمل العامل، يعني معناه انه احنا ما نحتاج صناعه، ما نحتاج زراعه، عندنا نفط نبيعه نجيب مكانه مواد وخلاص. طيب لذلك سوء الاداره للساده المسؤولين لموضوع العمال، وكانما العراق بعد ما يحتاج صناعه ولا عامل ولا العامل له علاقه بينا، باعتبار العراق صار بلد غني. صار لنا 15 او 16 سنه هذا التدهور الاقتصادي اللي صار بالعراق، الانحدار الكبير بمستوى الاقتصاد ادى الى انه احنا نستيقظ قليلا على انه نسترجع ما عدنا من بنى صناعيه حقيقيه. يعني انت اليوم العراق يمتلك ما قيمته 500 مليار دولار بنى صناعيه قديمه وحديثه. طيب هذا هاي البنى الصناعيه المفروض نستثمرها، المفروض نخلي العامل العراقي ونشرع القوانين مثل ما تفضل حضرتك، حتى قانون الرواتب، قانون العمر، قانون
كل هذه الأمور يحتاج إلى تشريع قوانين، قانون العمل، كل هذه يحتاج لنا وقفة حقيقية. وإحنا بصراحة عازمين أنه نخدم هذه الشريعة المهمة بما يليق بمستوى كفاح، بمستوى ما قدموه من خلال السنوات ما قبل 2003 وحتى بعض 2003. يعني كان لنا وقفة مع معامل الطابور، ما يا أخي عندنا عمال، حتى العمال الموجودين الآن في المعامل العراقية، حتى هاي المعامل يريدون يسدوها، بعض السادة المسؤولين يسد هاي المعامل حتى يسرح هاي العمال بشكل مو صحيح. احنا ما احنا ضد انه يكون قرارات غير مدروسة، علينا تشجيع الصناعة حتى يستفيد العامل العراقي، علينا دعم الصناعة الوطنية حتى يستفيد العامل العراقي وبالتالي المستهلك العراقي ايضا، علينا تشجيع حماية المنتج الوطني، علينا تشجيع الانتاج الوطني، علينا تشجيع القطاع الحكومي الصناعي، علينا تشجيع القطاع الخاص الصناعي. كل هذا ضمن خطط استراتيجية وضعتها اللجنة وماضية اللجنة مع أخواننا باللجان الأخرى لغرض تمرير القوانين المهمة التي تخدم الصناعة العراقية والزراعة وحتى قطاع الاستثمار. طيب أنت بوجهة نظرك، وإحنا لا نزال بعدنا في أول عام من عمر مجلس النواب ولجنة العمل، برأيك اللي تحدثت به حضرتك والتشريعات اللي ممكن أن تصف في مصلحة العامل، هذه راح نسمعها خلال السنة سنتين ثلاث سنين الجاية، لو يعني حضرتكم حظلوا مثابرين بيها وأكو ناس راح توقف بيها وهم راح نجحنا على المحاصصة والطائفية وهذا يريد وذيك الكتلة ما تريد والعامل هنا، يعني راح يصير بيها نوع من العمل بمثابرتكم كلجنة، لو أيضا راح تكون مثلا الحكومة هي المعرقل أو مثلا جزء كتلة سياسية تعرقل الموضوع؟ أنت برأيك يعني متفائل أنه ممكن يصير؟ لا شوف، اللجنة مالت العمل والشؤون الاجتماعية موثرة من كل الكتل السياسية. يعني إذا أكو اعتراض من كتلة سياسية على مشروع قانون فهو الممثل مالها موجود داخل اللجنة، بالتالي صياغة القرار وصياغة ومشروع القانون العفو سيكون باستنزاج آراء الآخرين. وما أعتقد، خلينا الصراحة، ما أعتقد أنت اليوم تشرع قانون لعامل يجي واحد ضد هذا القانون، يعني إلا هذا مو ابن، إذا إلا مو ابن البلد، يعني ما أعتقد. يعني مو أنت تخيل أستاذ حسين، هم نفسهم السياسيين على مدى 16 سنة ما شرع هذا القانون، فإذا هو بالتالي بالنسبة للعامل شرع له ما شرع له ما يضر عنده. تفرق الدورة الرابعة عن الدورات السابقة. طيب. أخي العزيز من حيث أنه كلها شباب، عندنا 82% من الأعضاء مثل نواب أعضاء جدد لا يحتكمون إلى القيادات السياسية، يتمردون في الحين والآخر. يفرق يعني أنت تفرق بشكل كبير عن سابقاتها. طيب. يعني اليوم أنا أباوع مثل النواب أو مثل نواب حتى في لجنتي واللجان الأخرى يقول أنا قدام الله إيش أقول لباشر عقبة، ولذلك هذا الروح النفس الحقيقي، مخافة الله، حب البلد، حب الناس، حب هاي الشريحة المهمة اللي هي طبقة خلينا نقول كانت أن تسحق خلال هاي الفترة اللي رافقت داعش. أنا أتمنى إنه إخواني أعضاء مجلس النواب أن يمضوا بتشكيل بإنعاش مثلاً بتفصيل استثمار. اليوم قررنا قانون، شرعنا قانون المدن الصناعية، قانون جداً مهم. طيب. هذا ينعش اقتصاد البلد. لذلك هذا مرتبط بينا كلجة عمل ايضا ومستمرون بدعم الصناعه العراقيه حتى. طيب. يدعم العامل العراقي. ملف العماله الاجنبيه راح يكون مطروح. من ضمن المشروع القانوني اللي ممكن حضرتكم يعني تعملون على تشريعه، راح يكون اكو حد اليوم هي كبيره يعني عددها كثير، ماذا اقول ملايين طبعا، اللي مره الاخوان في وزاره العمل قالوا هي مو عددها مثل ما تتصور، بس احنا نشوفها على الشارع هواي، ومن جانب اخر اجورها اقل بنسبة تتراوح ما بين 50-60% أقل من العامل العراقي، واليوم تنافس في كل مفاصل حياة الإنسان، فهل راح يكون أكو جزء يخص هذا الموضوع لو فقط العامل العراقي؟ ملف العمال الأجانب الواردون طبعا العلم أكو معلومة مهمة جدا أنه دخول هؤلاء العمال يدخل بصفة زائر طبعا. طيب. مو بصفة يعني عند عقد عمل. أي. زائر بعض الأحيان أو أكثر من نصف. طبعا أعدادهم كبيرة مو أعداد قليلة.
حضرتك انت مثل ما تفضلت حضرتك جنابك انا اقول لك افتر بكل الاسواق تلاقي كل محل باثنين ثلاثه صحيح. من هؤلاء العمال. مو هي المشكله الاخوان في وزاره العمل يقولون لا العدد اللي عندنا المسجل هو قليل، ما عندهم الاحصائيه، ما عندهم ابا شوف مو تدري شنو الموضوع. وزاره العمل تبطي مثلا خلينا نقول اذونات والداخليه تبطي اذونات، طيب فلذلك هو ما يعرف الداخليه ايش قد دخلت ولا ابو الداخليه يعرف ابو العمل ايش قد دخل. لذلك كل واحد منع الاخر، ملف العمال الاجانب العمال الاجنبيه ملف فاسد يتحكم ببعض الفاسدين. فاسد لذلك ملف فاسد طبعا. طيب انت اليوم تجيب عمال اجانب داخل بلدك وبلدك ببطاله، هذا مو ملف فاسد؟ شلون رفعت على نفسك اثنين؟ انت اصحح لك معلومه، تفضل. العامل الاجنبي مو اقل من العامل العراقي، بالعكس اكثر من العامل العراقي ياخذ. العامل الاجنبي اليوم ياخذ 500,000 وبعضهم 600,000. طيب العراقي الان الشغله ب 400 العامل يقبل، ب 400 ب 500 يقبل. لا عاد الموضوع هو يعني خلينا نحكيها بلغه الشارع، هو تفياك يعني مثلا يعني مباهاه انه والله عنده عامل مثلا عفوا الجنسيه مثلا بنغالي لو هندي لو يعني هي هو 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 القضيه كالاتي، اذا نحكي من ناحيه العمل مو من ناحيه القانون، يعني من ناحيه انه صاحب المحل مثل بالعاميه خلينا نقول باعتبار العامل الاجنبي يكون مرافق بالمحل وما يطلع منه يخدم العمل بالنسبه لصاحب المحل. نعم. لكن هاي مو على حساب البطاله العراقيه، مو على حساب العامل العراقي. احنا نكون نتحمل احنا كدوله كون ما يعني ستة اليوم اكو جزء مثلا خلينا نفترض منتوج اجنبي ارخص بنص السعر على المنتوج العراقي، خو ما اروح اجيبه واقول خلي ادخله البلد، هذا ما يصير. تركيا ما تستورد البان، ممنوع من عنبات تستورد البان لانه عندها انتاج محلي، هاي الالبان يعني مشروع قومي هذا. احنا بالنسبه لنا لا يجب يعني علينا الاخذ بنظر الاعتبار انه العامل العراقي احيانا ياخذ اقل من العامل الاجنبي، لكن اكو انه مباهات مثل ما تقول اكو طرف بيها او مثلا طرف بيها انه يقول لك هذا يبقى يمي وقت طويل، العراقي مثلا يخلص داول وقت محدد. كل احنا المشاكل طبعا للامانه احنا كنا حكينا بيها مع النقابات مع نقابه العمال مع المسؤولين الاخرين حتى نشوف شنو السبب. نريد احنا اليوم ندعم العامل العراقي بالشكل ما يستحق، لكن احنا الاهم نوقف تدفق العمال الاجنبيه حتى يضطر الشارع الى انه يستخدم العامل العراقي ونقلل من حجم البطاله اللي موجوده داخل العراق. نعم. سيد حسين عرب عضو لجنه العمل النيابيه، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني اتمنى وضحت الصوره الحقيقه، يعني تحدث السيد حسين عرب عضو لجنة العمل النيابية، يعني اليوم من ما سمعته من تصريحات وسمعت من عمال أنا متفائل جدا بما يتحدث به، وشكرا طبعا لصراحته اللي تحدث بها. وأيضا يمكن اليوم أصحاب مكاتب العمل بعض الأشخاص والشخصيات حقيقة اليوم يلجؤون إلى طرق ملتوية على القانون، بعض أصحاب حتى تكون يعني صريحين بعض أصحاب مكاتب العمل وأيضا بعض الشخصيات تلجأ إلى يعني الالتفاف على القانون حتى ممكن أن توفر العمالة الأجنبية، لأن البعض منهم يشير إلى أقول لك أنا لا صار الموضوع هو عبارة عن تجارة، وهذه التجارة بالعالم طبعا تجارة الرقيق أو تجارة العبيد هي محرمة دوليا، لأن هذا بدنا يشيله يبيعه هنا وتدفع يعني هيش تفاصيل. فإذا هو غير منظم كعامل مثل ما تحدث السيد حسين انه جاي هو كزياره وبعد ذلك من يطلع هو يقول لك انا عليه غرامات وانا دا استلم مبلغ بالشهر فما عندي مشكله ادفعهن واطلع. فبالتالي يعني ان شاء الله اتمنى من لجنه العمل النيابيه في هذه الدوره ان يكون هنالك من عمل. عندنا عبد الستار من الدياله، تفضل عبد الستار. مساء الخير. مساء النور، يا اهلا بيك. عبد الستار نصيري تلفزيون، نصيري تلفزيون عبد الستار. في العراق من هذه الامور ما هي الا سبب السياسيين الموجودين بالعراق او العمل السياسي في العراق ينعكس سلبا على كل الامور ما الاجتماعيه ومنها الاقتصاديه. احنا للاسف عدم توفر الاراده الحقيقيه لانقاذ البلاد من السياسيين، لانه
عدم التوافق السياسي الحقيقي، نسيان المواطن، انشغال السياسيين بأمورهم الخاصة والحزبية والكتلوية. فالسياسي لما يجي لما يكون مسؤول، هو مسؤول يجب أن ينقذ البلد، يعني يدير باله على الناس، يعني يقدم عليه، يخلي الله أمامه. إحنا عندنا شباب، عندنا شباب للأسف الشديد، يعني إحنا ندمر المجتمع بيدينا. يعني هذا المواطن أو الخريج من دا يطلع شو يريد؟ يريد يبني مستقبله، يريد يتزوج، يريد يبني بيت، يريد يأكل، يريد يكون أسرة كريمة، حتى نديم الحياة، نديم ديمومة الحياة، لأن إحنا هاي الكبار يموتون ويجون ورانا الشباب، مو هيك، هذا هاي سنة الحياة. لكن للأسف الشديد هذا المواطن، هذا الخريج، هذا العاطل عن العمل راح ينحرف. راح ينحرف شلون؟ أما داعش تستقطبه يصير ويا داعش يقول له تعال. أما مثلا يروح لا سامح الله يقتل، يجني، يروح يبوق، يروح يعني يتجه إلى أمور. إذن إحنا نؤسس المجتمع مجتمع خطر جدا. ولكن السياسي للأسف الشديد شنو مدى يشعر، شنو مدى يعرف إيش دا يصير بالبلد. يعني أنا البارحة قريت فتشي بالفيس يقول أكو مطعم بالبصرة اللي المحاسب سوري والعامل بنغالي واللي جد عراقي. الله اكبر، والله العظيم مؤسف، يعني والله من قريتها اني دمعتي يمكن رادت توقع. شنو عراقي جدي بمطعم، المحاسب سوري والعامل بنغالي؟ ليش احنا ما عندنا ايدين، ما عندنا عمال؟ هاي العماله الاجنبيه. انا البارحه دا اتمشى ببغداد في محلات، بمكان اي محل اطبي بنغالي، اي اطب مكان بنغالي، اطب بالمطعم بنغالي، اروح هيجي بنغال. عجيب. وحتى قام يحكون عربي بالمناسبه. احنا مو ضد عملهم، بالاخر عندنا مو شباب قاعدين بلا عمل. يعني الدوله يعني ماكو فد قانون ينظم الحياه. يعني وشمال البارحه عيد العمال، البارحه محتفلين الجماعه، يا عيد هذا، يا عيد عمال خطيه، عيد عمال مثلا انطيهم فد 100,000 كل واحد على راتب خطيه. دول العمال اللي ما نقدر بلاياهم، يعني افرحهم. يعني صفقتوا على شنو عيد عمال؟ أخي العزيز، إحنا عندنا دستور، الدستور يقول لازم يوفرون يعني توفير فرص عمل للمواطن، سكن، صحة، تربية. هذا إن كلهن ماكو، هذا يعني وإذا موجودات فإن بنسب ضئيلة، بنسب مختلفة. يعني أنا دعوتي عبر قناتكم هاي، قناة التغيير، قناة والله قناة المواطن العراقي، قناة الفقير، قناة الوسطية، أنا أشكركم، أنا معجب بقناتكم ومعجب بهذا البرنامج، لأن دا ينقل الحقائق عن المواطن العراقي. يا أخي شكرا لك، شكرا، تحياتنا لك اخوي العزيز. وهذا المؤسف اليوم عندما نتحدث عن موضوع العامل حقيقه، يعني ما ذكر طبعا مشاهدنا العزيز الى انه ايش قد اليوم الانسان يحتاج الى انه يفكر، الى انه عندما احتفل السياسيون بعيد العمال ايش كانوا يتوقعون؟ يعني مثلا انه وضعنا احنا جيد وامورنا جيده وعاملنا يزهو ويتمتع بالكثير من الامتيازات الرائعه. طيب عندنا سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا بيك، ويا هلا بيك يا استاذي. اولا نتمنى توفير عمل للعاطلين يا استاذي، توفير عمل للعاطلين. وكذلك يا استاذي نهني العمال بعيد العمال. وكذلك يا استاذي الكريم انا ناوي اهاجر واشتغل عندكم جمهورية المليارات والخيرات، والخيرات والمليارات. والله حقك. فما رأيك وتعليقك؟ وآخر الكلام شافنا يا الله من مرض التصلب العصبي، وشكرا جزيلا. شكرا لك سعد. سعد ما أدري منين تجيب الأمراض أسمائهن. والله حقك يعني يا سعد، إذا تريد تجي تشتغل عندنا، يعني لأن إحنا أصبحنا أبوابنا مشرعة أمام العمال الأجنبية، وولد الخايبة عادي ممكن اليوم يوقفون بالمصدر ما يلقون عمل، عايشين على الخبز والشاي، هاي إذا كان أصلا الشاي موجود، ووضعهم مزري وعايشين بالتجاوز كلش عادي. بس العامل الأجنبي لا، لازم يجي ويستلم راتب وآخر الشهر وأموره جيدة وتحتسب إليه ويتم تحويل هالفلوس مالته إلى
يعني دولته أو أهله، ولكن العامل العراقي لا، هم هي هنا اللي نتحدث عنها. لو أكو عملية تنظيم لقانون عمل يفرض على الجميع، صاحب العمل والعامل، ذاك الوقت راح يكون هنالك طبعا عندنا من يعني سلاسة وإيجابية في موضوع العمل والعمال بالنسبة لكل أفراد المجتمع العراقي. لكن أيضا بالجانب الآخر يعني أكو عليه هواي ملاحظات لقانون العمل وأيضا عملية التطبيق، هي التطبيق أهم من أن يكون هنالك من قانون. طيب عندنا أبو عبد الله من بغداد، فضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله على أبو عبد الله. أنا من بغداد. يا أهلا وسهلا بك. رحم الله والديك. احنا عقود صار لنا اكثر من 10 سنوات والحد الان القانون والتشريعات والحد الان ما حد شاملنا باي تخصيص واي شيء. وين على اساس يكيفون الوضع العقود وكل وعود كاذبة والحد الان كل شيء ما حصل. وين عقود عليها وزارة عليها وين؟ احنا على وزارة النفط عقودنا نعمل تحت اشراف الداخلية. يعني شرطي بعقد. طيب. دوامنا حالنا حال الداخلية. يعني واجبات، عندنا شهداء، عندنا جرحى. واحنا بس الرواتب، من يجي راتب يقول لك انت عقد. انت طيب. راتبك 600,000 ويانا جماعتنا نقول بالعافية عليهم. يعني هم همين منتسبين وحقهم. رواتبهم 1.5 مليون. خطورة ماكو. 600,000 حماية تنابيب نفطية. طيب يعني وإحنا تفضل ناشد من إذاعتكم الشريفة بل كت يعني توصلون صوتنا للمسؤولين. يعني إحنا حتى مظاهرات إيه حتى مظاهرات شنو؟ حتى مظاهرات ما نقدر نطلع لأن بس نطلع يجيبوننا ونظام عسكري يقول لك أنت مالك حتى تروح تظاهر. من يقول لك مالك حق تظاهر؟ بس نطلع للمظاهرات يغيبونا دوامنا يومان بيومان، يجي نطلع مظاهرة يجي يغيبنا وزارة الداخلية. ناشدناهم أبو الداخلية يقول أنتم مو علينا. طيب أبو النفط يقول أنتم إحنا سبق ونعيننا وتعيننا على وزارة الداخلية وباقينا معلقين بين هذا وبين هذا. طيب أبو عبد الله شكرا جزيلا لاتصالك. عباس من واسط، تفضل عباس. عباس تفضل. وين عباس؟ طيب كل عام وكل عمال العراق المظلومين الذين لم يأخذوا حقوقهم كاملة، الذين يستغلون من قبل بعض السياسيين، الذين إلى الآن لم تصل كل حقوقهم ولم تصل مرحلة بحيث يستطيع أن يؤمن على لقمة عيش اليومي دون التفكير بالمستقبل، كل عام هم بألف خير. كل عام وكل السياسيين الذين لم يستطيعوا أن يشرعوا قانون واحد يحمل عمل والعمال، لم يستطيعوا أن ينهضوا بالاقتصاد العراقي لاستقطاب كل البطالة، لم يستطيعوا أن يحافظوا على مكونات البلد ومكنوناته وثرواته، كل عام وهم مو بألف خير. ويا رب إن شاء الله نشوف بيهم يوم نخلص من عندهم كلهم، يجونا على قناة زينين يقدرون يقدمون شيء إيجابي. أتحمل مسؤوليتها كاملة. هاشتاك بالعراق انتهى. إلى اللقاء.